بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا خلق الله الشيطان وهو يعلم أنه سيطغي البشر؟ الحقيقة أيها الأحبة، هذه المداخل يدخل منها المشككون والملحدون ليشككوا الناس بعقيدتهم. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بإحكام وإتقان. قال عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وخلق الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن لا يوجد خلل في خلق الله عز وجل، ولكن نحن كمؤمنين نتساءل ونتأمل، ليس من قبيل التشكيك ولكن من قبيل المعرفة والتدبر لهذا القرآن العظيم. ولأن الله أمرنا أن نتفكر، الإسلام أيها الأحبة هو الدين الوحيد الذي يطلق لك عنان العقل والتفكر والتأمل إلى يعني لا ما لا نهاية، اللامحدود، التفكير اللامحدود، تستطيع أن تفكر بكل شيء. والقرآن يعطينا أجوبة منطقية على كل شيء. أحبتي في الله، الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه بتصميم مثالي. ما هو التصميم المثالي للإنسان؟ أن يكون لديه قدرة على اتخاذ القرار. قلنا قبل ذلك إما أن يكون الإنسان مبرمجا مثل الآلة، وهذا أيضا تصميم ليس تصميما مثاليا بالنسبة للإنسان نفسه، لأن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يخلق البشر مثل آلات تمشي القضية بسيطة جدا، ولكن أراد الله عز وجل أن يعطيك حرية الإرادة والاختيار واتخاذ القرار. لذلك أيها الإنسان، عندما أكرمك الله باتخاذ القرار، هذه كرامة لك، هذه نعمة لك، هذا الشيء وهبه الله لك لأنه يحبك، لأنه يريدك أن تبلغ بعملك مرتبة عالية جدا عنده في الجنة سبحانه وتعالى. وإلا كيف سيكافئك الله إذا خلقك مثل آلة مبرمجة؟ كيف سيكافئك الله بجنة عرضها السماوات والأرض؟ إذن عندما خلق الله الإنسان لديه القدرة على اتخاذ القرار، إما في طريق الشر وإما في طريق الخير، لابد أن يخلق لك أسباب الشر وأسباب الخير. فخلق الشيطان الذي يمثل الشر وأمرك أن تتجنبه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أمرك ألا تتبع خطوات الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. خلق الخمر وحذرك منه، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. اعتبره رجس، واعتبر أن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، لذلك حذرنا منه. بنفس الوقت أمرنا بما يصلحنا، قال لك: انظر، هذا هو طريق الخير، الطهارة، الصلاة، الكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا. انظروا إلى روعة الإسلام أيها الأحبة. لا يخدعنكم ملحد عندما يقول الإسلام يأمر بالعنف، الإسلام يحتقر الآخر، الإسلام كذا، الإسلام كذا. لا، لا تلتفتوا لهذا الكلام، ليس معه دليل أصلا. اقرأوا آيات القرآن، 6236 آية. نتحدى أن تجدوا آية واحدة تأمر بالعنف. الملحد ماذا يفعل؟ يأتيك بآية تستخدم في الحروب، في العلوم العسكرية، ثم يسقطها على الواقع، يقول: انظروا الإسلام يأمر بالعنف. هذا الكلام غير صحيح أيها الأحبة، هناك فرق كبير.
كل الدول لديها شيء اسمه حالة طوارئ، لديها شيء اسمه حالة حرب، لديها شيء اسمه العدو والصديق. تعاملك مع العدو يختلف عن الصديق. أنت عندما تتعامل مع إنسان سواء كان مسيحيا نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا أو بوذيا أو من أي عقيدة أخرى، أنت ينبغي، مأمور أن تقول له كلام حسن. وقولوا للناس، ليس للمؤمنين أو المسلمين، وقولوا للناس حسنا. الكلمة الطيبة ينبغي أن تخرج من فمك أيها المؤمن، أنت مأمور بذلك. ممنوع أن تستهزئ بالآخرين. يا أيها لا يسخر قوم من قوم. لم يقل لك مسلم من مسلم، لم يقل لك مؤمن من مؤمن، قال لا يسخر قوم من قوم. قد يكون هذا الإنسان مخالفا لك في العقيدة، ممنوع أن تسخر منه. الصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه تعاليم الإسلام أيها الأحبة. ثم الله عز وجل عندما خلق الشيطان، هذا الشيطان الذي تعهد أنه سيغوي العباد وسيضل عباد الله، ماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ طبعا الشيطان خاطب البارئ عز وجل وقال له ولا أضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك، يعلم، لأن الشيطان ذكي أيها الأحبة، يعلم أن سيطرته ووساوسه والشرور التي سيلحقها بنوع من الناس هم ضعاف القلوب، هم غير المؤمنين بالله عز وجل. المؤمن بالله لا يمكن أن يتبع سبيل الشيطان. إلا عبادك منهم المخلصين. الله ماذا قال له؟ قال مباشرة في الآية التالية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قانون إلهي. لماذا إذن تقول أيها المشكك إن الله خلق الشيطان وخلق الشر ليضلنا؟ إذا كان هذا الإله العظيم يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا طبعا الذين يتبعون هذا الشيطان ويتبعون إغراءات الشيطان وخطوات الشيطان، هؤلاء طبعا من الطبيعي أن يكون مصيرهم مثل مصير الشيطان، إلى نار جهنم وبئس المصير. إذن أيها الأحبة، الله عز وجل خلق هذا الكون بإحكام، خلقك أيها الإنسان بأفضل تصميم، أحسن تقويم، لديك القدرة على اتخاذ القرار ودلك على الطريق الصحيح، قال لك هذا طريق الجنة وهذا هو السبيل أو الطريق الذي سيوصلك إلى الجنة، وعرفك بأساليب الشيطان وقال لك إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذا ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ثم تعهد لك وتعهد سبحانه وتعالى أن الشيطان ليس له سيطرة ولا سلطة ولا سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى، إنما سلطانه على الذين يتولونه. من يتولى هذا الشيطان يتخذه وليا، يتخذه قدوة له. الآن أيها الأحبة، كثير من الناس قدوتهم المشاهير والأغنياء والأصحاب الأموال وأصحاب الثروات، ليست قدوتهم الأنبياء وعباد الله الصالحين، ليست قدوتهم الأمثلة التي جاء بها القرآن من عباد صالحين أكرمهم الله سبحانه وتعالى، لا يعرفون شيئا عنهم. تجد أن قدوتهم هؤلاء البعيدين عن ذكر الله. إذن هذه القدوة التي تتخذها أنت
مثلا أعلى بالنسبة لك، هذه استحوذ عليهم الشيطان، هذه القدوات استحوذ عليهم الشيطان، وأنت تتبع خطوات الشيطان فيكون مصيرك مثله. إذن لا تقل لماذا خلق الله الشيطان، قل لماذا تتبع الشيطان أنت. ما الذي يجعلك تسلك طريق الشر؟ إنسان مريض قلب، حذره الأطباء من التدخين ثم عاد فدخن فمات، نلوم الطبيب أم نلوم هذا الشخص الذي خالف تعليمات الطبيب؟ لذلك أيها الأحبة، الله عز وجل يريد لنا الخير، يريد لنا الحياة السعيدة المطمئنة، يريد لنا أن نعيش حياة مليئة بالصدق والمحبة والتعاون، أن نكون إخوة في الله جميعا، هذا في الدنيا. ولحظة الموت يريد لنا السعادة أيضا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا خوف ولا حزن، لحظة الموت. ويريد لك السعادة في الآخرة. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.